حمص المحاصرة هي القرابيس، الدمار الذي خلفه الاحتلال الأسدي. حمص المحاصرة حي القرابيس، الدمار الذي خلفه الاحتلال الأسدي، دمار دبني. ها هنا مدرسة تمريض، حمص المحاصرة هي القرابيس، الكشف عن الدمار الذي خلفه الاحتلال الأسدي بعد تحرير الحي قبل أبطال الجيش الحر. حمص المحاصرة حي القرابيس، حمص المحاصرة هي القرابيس، الدمار الذي خلفته عصابات الأسد، الدمار الهائل الذي تكشف بعد تحرير الحي الذي يقتل الجيش الحر. دمار منازل المدنيين، الأسقف الهابطة نتيجة عنف القصف على الحي، حمص المحاصرة حي القرابيس، جامع دار السلام الذي دمر بشكل كامل على أيدي عصابات الأسد مع اقتحامها على حي القرابيس. تكشف الدمار بعد تحرير الحي على أيدي أبطال الجيش الحر. وهنا مدرسة التمريض.
هي بيوت مدنيين التي دمرت كليا على يد الإرهاب والتطرف الأسدي.